السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 190 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. درسنا اليوم هو درس ديال القراءة فريواتو ليكتور. فريواتو هي واحد المغارة مشهورة في فتازة، وهي ماشي مغارة، لأن المغارة هي بحال مغارة العراق اللي كتدخلها. المغارة هي بحال واحد الغار في الجبل، ولكن هذه ان غوفر. غوفر هو بحال هو بحال واحد الهبطة، بحال واحد البير كاين في الجبل. هو يعني كتهبط واحد الهبطة غارقة بحال هابط في شي بير. إذا كاين فرق ما بين ان غوفر و سميتو المغارة هي la grotte. La grotte ou le gouffre. La grotte هي المغارة كتكون قادة بحال شي دار في الجبل، و الغوفر كيكون بحال شي حفرة، يعني بحال شي بير داخله في الجبل. إذا هادي بحال المغارة، بحال كنقول لا غوت داكو، مغارة تهرق في طنجة، وهذا سي ان غوفر. غوفر فريواتو، كاين اللي كيقول مغارة فريواتو، ولكن هو الأصح هو أنه هو ان غوفر. واضح؟ نشوفوا نلاحظوا مزيان الصورة كما كتشوفوا الطفل هذا هو اللي هابط في هذا الهوا. نشوفوا جوبسيرف اي جو ديكوفر، ولاحظوا اكتشف كيلي لو تيتر دو تيكست. شنو هو عنوان النص؟ هو فريواتو كما شفتوه. لو تيتر هو فريواتو كما كتشوفوا. لو تيتر فريواتو دابخي لو تيتر اي لوستراسيون. شكون كتب لوستراسيون؟ هي الصورة التوضيحية. الصورة التوضيحية، الصورة اللي عندنا الفوق، انطلاقا قالك من العنوان والصورة التوضيحية. دو كوا ساجيتيل دون سو تيكست؟ على من غادي يهضر هذا النص؟ اتون افي، في رأيك على من غادي يهضر هذا النص؟ دونك اون فادير لو تيكست فا بارلي بوتيتر دان انفون كي فيزيت ان غوفر. النص غادي يهضر بوتيتر ربما على واحد الطفل يزور واحد الهوة. ان غوفر هي الهوة. نشوفوا دابا نشوفوا النص نقراوه ونشرحوه. فريواتو تبعوا معايا. على بعد 28 كيلومتر او سود دو لا فيل دو تيزا. في جنوب سود دو لا فيل، في جنوب مدينة تيزا. ستروف توجد يوجد لو بلو غران غوفر. اكبر هو اميناجي. اش كتعني اميناجي؟ يعني اميناجي هو اللي ما قايسهاش الانسان، مثلا كتكون طبيعيه كتسمى ان غوفر. ولكن ان غوفر اميناجي يعني اللي دخل فيه الانسان. بحال دابا داروا له الدروج، داروا له الباب، وداروا له العساس، وداروا له اللي كيتخلص اللي مقابلوه، فهمتي؟ باش مثلا كيشوفوا جابوا مهندسين يعرفوا مثلا واخا تدخل ان هذاك اللي هو ما عتربش عليك. داروا فيه مثلا بلايص ديال التهويه باش ما يتخنقش الواحد، لان يهبط واحد المسافه طويله. دي اميناجي مقاده، قادناها، فهمت؟ قادها الانسان، يعني دخل فيها الانسان. بحال الفرق مثلا ما بين داك الشيء ديال الجرده ديالكم، مثلا كتزرع شي شجره كتسمى انك زرعتي اشجار، ولكن شي حاجه اللي كتنوض راسها كتسمى غطاء نباتي، الراس وناض. اذا هذا اميناجي يعني دخل في الانسان قادو ريقلو وبقى يستغنو كيدير له تيكي ويجيو يدخلوا الناس يتفرجوا في داك الشيء ويخلصوا. واضح؟ هذه هي اميناجي، فهمت؟ اون افريك فريوات يعني اكبر هو اللي مصاوبه مقاده في افريقيا. واضح؟ سميتها فريواتو. إلي يعني هاد لو غوفر، يعني هاد الهوا مالها. إلي سيتوي يعني هو يقع، هاد الحفرة تقع سور اون بوتيت مونتاني، فواحد جبل صغير، اون بوتيت مونتاني كوفيرت دو شين فيغ. هاد الجبل مغطي باش بالبلوط الاخضر دو شين فيغ. الونتري دو غوفر يعني في الدخله ديال هذا الهو، ها هي الدخله الفوق. في الدخله الونتري دو غوفر سو تروف توجد اون بارت، توجد واحد البوابه باتي
بوابة مبنية باتي باتي هي مبنية لأن باتيمون باتيمون هو البناء أو البناية باتيمون هو البناية باتي كتعني مبنية entre بين deux masses rocheuses deux masses شنو هي ماس هي كتلة قالك جوج كتل صخرية يعني بحال جوج صخرات كبار جينا واحد بلاصة ضيقة ودرنا فيها باب هي هاد لونتري لونتري مبنية ما بين جوج صخرات كبار deux masses rocheuses قالك de cette porte قالك من هاد البوابة من هاد الباب on peut voir ممكن نشوفو يعني لو وقفتي في هاد الباب كتقدر تشوف شنو تشوف ان اسكالي تشوف واحد دروج ان اسكالي واحد دروج ها هو دو 520 مارش من شحال كيتكون سمع سمع مزيان 520 درجه 520 مارش شوف 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 شحال هنا انا دابا راه باين لك غير شي 30 درجه وقلنا لك 520 درجه يعني راه بحال بحال هواد غارق بزاف 520 مارش بيرميتون التي تسمح الدروج كيسمحوا لاكسي كيدخلوك لاكسي هو الولوج لاكسي ا ان كولوار واحد كولوار واحد الممر ضيق سوتيغا يعني تحت الارض سوتيغا تحت الارض دو 2 كيلومتر شحال الطول ديالو 2 كيلومتر يعني بحال من الدار ديالك للمدرسة على رجليك وهذه كاملة تمشيها تحت الأرض دو 2 كيلومتر جوج كيلومترات يعني بحال كتقول 2000 متر 2000 يعني 2000 خطوة لا ديسونت يعني لا ديسونت دو ديسوند هي هبطة لا ديسونت يعني الهبوط لا ديسونت فيغ لو فون يعني في اتجاه لتحت في اتجاه العمق ديال هذا هو فيغ لو فون دو غوفر امبرسيونون يعني مثيرة للدهشة ومثيرة للإعجاب est impressionnant et la montée ولكن الصعود est pénible pénible يعني مزعج يعني كيعي كيسخسخ كيقتلك انت ممكن تكون هو هذا حتى هو ناش حتى هذا هو كاع يضحك ولكن بعد تكون طالع تبقى تنهج وتوقف وتسرح فتشاش قالك la montée est pénible مزعجة le visiteur الزائر ne peut s'empêcher لا يستطيع ان يمنع نفسه ne peut s'empêcher d'admirer لا يستطيع ان يمنع نفسه من الاعجاب d'admirer ان يعجب cet endroit magnifique بهذا المكان الرائع لكن الزائر لا يستطيع ان يمنع نفسه من الاعجاب بهذا المكان الرائع هذا نقراو دابا النص كلمه بكلمه من بعد نقراو قراءه عاديه فريواتو à 28 kilomètres au sud de la ville de Teza se trouve le plus grand gouffre aménagé en Afrique. En Afrique. Friwato. Friwato. Il est situé sur une petite montagne couverte de chênes verts à l'entrée du gouffre se trouve une porte bâtie entre deux masses rocheuse de cette porte on peut voir un escalier de 520 marches permettant l'accès à un couloir souterrain de 2 km La descente vers le fond du gouffre est impressionnante. Et la montée est pénible. Le visiteur ne
peut s'empêcher d'admirer cet endroit magnifique. هذا نعاود القراءة. Fliwato. À 28 km au sud de la ville de Teza se trouve le plus grand gouffre aménagé en Afrique, Fliwato. Il est situé sur une petite montagne couverte de chênes verts. À l'entrée du gouffre se trouve une porte bâtie entre deux masses rocheuses. De cette porte, on peut voir un escalier de 520 marches permettant l'accès à un couloir souterrain de 2 km. La descente vers le fond du gouffre est impressionnante et la montée est pénible. Le visiteur ne peut s'empêcher d'admirer cet endroit magnifique. Je vous d'abord l'asile de l'alphan. Quand l'asile de l'alphan, maintenant, qui m'a mis le fil, je prononce bien. Je vous fais une intro. Je vous demande quand U, d'abord, O, mais U, je vais te dire, U. U, mais je O. D'accord, O, pour Hada, quand je vais O. ولكن كي يكونوا بجوج كنقراوها او كنطولوها او غوفر يعني الهوى سو تيرا سو تيرا نقولوا سو تيرا سو تيرا طولها سو تيرا تحت الارض كولوار كولوار ماشي كولوار كولوار يعني ممر اون هذه شفنا من قبل اون وحده بلو أكثر situé hein, situé تقع ولا يقع sur فوق هذا دابا شوفو je lis et je comprends de quel lieu s'agit-il dans ce texte إلى مكان اللي كنهضرو عليه في هذا النص il s'agit du gouffre Fliwato il s'agit du gouffre Fliwato يتعلق الامر ب ب هوت Fliwato ما نسميوهاش مغاره لان كاين فرق où se trouve le gouffre de Fliwato اين يوجد هذا الهو ديال Fliwato il se trouve يعني le gouffre se trouve à 28 km à la بعد 28 km au sud de la ville de Teza في جنوب مدينه Teza ثم السؤال الثالث كو تروف تون على لونتري دو غوفر شنو كنلقى في الدخله ديال هذا الهوا شنو كنلقى في الدخله ديال هذا الهوا على لونتري دو غوفر في الدخله ديال الهوا سو تروف توجد اون بورت واحد البوابه باتي يعني مبنيه اونتر دو ماس روشوز بين جوج ديال الكتل صخريه دو ماس rocheuse. ثم comment peut-on accéder au couloir souterrain كيفاش نديرو نهبطو لتحت باش كنهبطو لتحت في هذاك الممر اللي الممر تحت ارضي يعني الممر اللي كاين تحت الارض باش كنهبطو له باش كندخلو له كندخلو له par un escalier ندخلو له بواحد الدروج de 520 marches من 520 درجة 520 خطوة دوك الدرجات 520 درجة ثم السؤال comment est la descente vers le fond du gouffre قال لك كي دايرة الهبطة القاع ديال الهوة كي كتجيك الهبطة واش صعيبة واش سهلة واش زوينة واش خايبة إذا كي دايرة الهبطة vers le fond du gouffre كي دايرة الهبطة القاع ديال الهوة la descente vers le fond du gouffre الهبوط الى قاع ديال الهوا امبرسيونونت يعني مثيره للاعجاب زوينه نشوفوا السؤال الموالي هنا كومون اي سو غوفر كي داير هاد الهوا كي دايره باش يمكن لك توصفها تقول بانه لو غوفر الي تري بروفون عميق جدا سا مونتي اي بينيبل نوصفو بان هو عميق بزاف والطلعة ديالو صعيبة لا هو تعرف راسك راك عاد تمرت ملي تكون طالع إذا لا سا مونتي إي بينيبل ندوزو لجو رياجي جو رياجي شنو طالب منا في هاد السؤال قالك غوليف دون لو تكست جبد لنا من النص لي مو الكلمات سيرفون لي صالحة ا ديكريغ لو غوفر دو Fliwato لي صالحة أنك توصف بها
هذا الهواء ديال فريواتو، شنو هما الكلمات اللي وصفنا بها هذا الهواء؟ اذا شنو غتقول؟ ستان غوفر اميناجي، هو واحد واحد الهواء معدة اميناجي، يعني البلديه مثلا ولا مجلس البلدي ديال ديك المدينه ديال تازا قام بالاعداد ديال ديك الهواء باش يدخل منها المدخول وجعلها وجهه سياحيه كيجيو ليها الناس وكدير مداخل، يعني خسر فلوس واستثمر في ديك البلاصه ولات مركز سياحي. اذا اميناجي يعني قاموا بالاعداد ديالو، داروا له دروج وقادوه، داروا له الضو، داروا له هذه. هنا اون بورت باتي، كاينه بوابه مبنيه، هنا كنوصفوا البوابه كي دايره اونتر دو ماس روشوز، بين جوج كتل صخريه كبار. هنا إليا ان اسكالي، حنا ايضا كنوصفوا شنو كاين، كاين واحد الدروج فيهم 520 درجه، 520 مارش، 520 مارش، واضح. اذا هذا هو الوصف المهم اللي كان على مغاره فريواتو. ندوزو دابا السؤال الثاني في جوياجي، قال لك ديكري ان ليو دو طون شوا، وصف لينا شي مكان من اختيارك. انا اخترت مثلا مدينه مراكش، نتوما اختاروا اللي بغيتوا. مدينه مراكش هي وجهه سياحيه مهمه، قلنا واحد النص باختصار، نص مختصر. مراكش est une ville magnifique. مراكش هي مدينة رائعة. accueillante يعني كتقول مثلا شي بلاصة اللي كتحس بأنها بحال راه بلادك، يعني ما كتقنطش فيها. accueillante يعني بحال كتقول مستقبلة، بحال شي واحد مرحباني، شي واحد مرحب كيرحب بك بزاف. إذا المدينة اللي ما كتقنطش فيها راها accueillante، مستقبلة. construite يعني مبنية. شكون اللي بنى مدينة مراكش؟ بار المرابطين، من طرف المرابطين هما اللي بناو مدينة مراكش. إلي سيتيي، هي تقع، إلي سيتيي أو سود دو ماروك، تقع في جنوب المغرب. أيضا شنو نقدر نقولو على مراكش؟ إلي كونو، هي معروفة، إلي كونو بار سي مونيمون، معروفة بالمآتر ديالها، كي أتير اللي كتجذب، أتير بوكو دو توريست، كتجذب بزاف ديال السياح. كوم شنو هاد المآتر؟ مثلا كوم لا كتبية، بحال مسجد الكتبية معروف، اي لا بلاس جامع الفنا، وساحة جامع الفنا، بحال مثلا الرباط غنقولو صومعة حسان وشالة، بحال الدار البيضاء ما نقولوا مثلا مسجد الحسن الثاني، بحال فاس نقولوا جامعه القرويين وضريح مولاي ادريس. يعني كل مدينه وعندها المآتر العمرانيه اللي كيزوروها السياح، سواء السياح ديال الداخل او السياح ديال الخارج، من خارج ارض الوطن. وهكا كملنا الصفحه ديالنا 190، الى اللقاء.